عن أنواع الطاقات اللي الله عز وجل وضعها فينا. أول طاقة وأول قدرة موجودة فينا حاجة نسميها هي الطاقة الاعتقادية والروحية. إيش المقصود بالطاقة الاعتقادية والروحية؟ المقصود فيها بكل بساطة الإيمان بالله عز وجل، إنه عندك أنت طاقة الإيمان بالله عز وجل اللي هي العقيدة. احنا نسمع عن العقيدة، العقيدة العقيدة، ايش المقصود بالعقيدة؟ هي هذه، ان تؤمن بالله. في الحديث، الحديث اللي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ايش هستفيد يعني لما اعرف الايمان بالله وبين ذلك؟ هتستفيد الآتي، لما تعرف انه في عندك طاقة اللي هي الطاقة الاعتقادية والروحية، بعد كده ما تخاف من شيء. ماذا تقصد؟ أليس من أسماء الله عز وجل، واحدة من أسماء الله عز وجل، الرزاق؟ لما تؤمن إن الله عز وجل هو الرزاق، تؤمن فعلا إيمان جواك، كل خلية في جسمك تؤمن بها، بعد كذا هتخاف من أحد؟ لأنه رزقك بيد الله عز وجل، فما تخاف من أحد، ما تخاف، خلاص ما تخاف، ما تبدأ تتزلف، تنافق، تداهن، تكذب، ما خلاص، أنت مؤمن إن الله عز وجل هو الرزاق، هو الذي سيرزقك. وإذا أحد أخذ منك حقا ليس من حقه، فإنت مؤمن بأن الله عز وجل له اسم من أسمائه المنتقم، فسينتقم الله عز وجل لك. هذه الطاقة، الطاقة بحد ذاتها، الطاقة الاعتقادية والروحية، وبأن الله عز وجل موجود وإني أنا مؤمن به، هذه طاقة بحد ذاتها تعطيك قدرة غير طبيعية. على فكرة الغربيين كثير منهم لا يؤمنون بهذا الأمر، إحنا كمسلمين نؤمن به، نؤمن به إيمان عميق. لذلك عملوا بحث ودراسات، وجدوا المجتمعات اللي يؤمنوا بالله عز وجل تقل فيهم الأمراض النفسية، القلق والاكتئاب وكذا يقل، لأنه الإنسان لما يكون مؤمن بالله عز وجل مسلما بقدره تخف عنده هذه الأمراض، بل تتلاشى، ولما يكون بيصلي وبيصوم خلاص تنتهي تماما. فهذه الأمور وغيرها تشعرك بأنه أنت عندك طاقة، طاقة اعتقادية روحية عالية جدا. بس هل احنا بنستفيد منها ولا احنا معطلينها؟ اليوم في العصر المادي اللي احنا عايشينه نظن انه يعني هكذا. اسأل نفسك لما تمر بأي شيء، هل هذه الأمر أو المشكلة اللي تمر بيها أقوى وأكبر؟ والله عز وجل أكبر وأقوى. هذا الظالم اللي ظلمك هو أكبر وأقوى ولا الله عز وجل أكبر وأقوى؟ اسأل نفسك هذا السؤال. فإذا وصلت إلى قناعة إنه والله لا، الله عز وجل أكبر وأجل وأعم وأشمل وأعظم، فما تخاف بعد ذلك من البشر، ما تضطر أنك أنت تتزلف وتتزيف وتنافق وتلف وتدور، خلاص القضية بالنسبة لك تصبح واضحة جدا. لذلك هذه الطاقات تتفجر، واحدة من هذه الطاقات وهي الطاقة الاعتقادية والطاقة الروحية التي نتمتع بها من الله عز وجل موجودة فينا. ما الذي جعل ابن تيمية يصبر؟ ما الذي جعل الإمام أحمد بن حنبل يصبر؟ ما الذي جعل هؤلاء جميعا يصبرون؟ هو قوة إيمانهم بالله عز وجل، هذا الإيمان اللي جعلهم يتجاوزون هذه المحن. لذلك المؤمنون بالله عز وجل المطلقون لقدراتهم الطاقة الاعتقادية والروحية هم أقل الناس عرضة للاكتئاب والقلق والأمراض النفسية. إن أعجبك هذا الفيديو قم بالضغط على زر لايك واشترك في القناة لدعمنا، ونستمر في نشر المزيد إن شاء الله. إلى اللقاء.